are designing, testing, and trial runs behind every new innovation or new performance record. How do I know? My name's Carol Shelby, and performance is my business. شلبي هو الاسم بدايته ككارول شلبي. هو اللي صمم السيارة وهي شركة مستقلة طبعاً عن شركة فورد. خذ السيارة وسوى لها موديفاي. طبعاً كانت هاي آخر سيارة هو يصممها قبل وفاته. من بداية الموستنج في الستينات لليوم طبعاً ما عمرهم سووا اللي هو 200 ميل. الموستنج تعتبر سيارة فورد. في 2014 بدأت تصنع اللي هو جي تي 500. كانت بدايتهم حق اللي هما 200 ميل. وهي كانت بداية جديدة وقوية حق بالنسبة حق فورد. سووا 200 ميلز اللي هو دخلتهم حق السوبر كار. في 2012 أنا كنت وياي الحالبة وكنت كان في ثلاث سيارات أربع سيارات حق الشلبي. كان هناك في مثلا مسوين تجمع حق سيارات سبورت كار سوبر كار، فكنت أروح هناك وأشوف يعني الشلبي فايبر وغير من السيارات، بس كنت أقارن بين الموستنج والشلبي. وايد كان في اختلاف، وايد الباديكيت اللون الخطين خطين وايد يسوي فرق حق الموتور، شكل يعطي لون يعطي. وفي 2014 يوم سووا الفورد جي تي 500 كان غير من اللايت الاي دي السبايلر الجناح الهورس باور العزم ماله سسبنشن كم الرينج، فكان شيء وايد عجيب. فبديت اطالع في توب جير واطالع في عرب كارز، كان شيء رهيب. في 2018 بديت اخطط وافكر ناخذ لي اللي هو جي تي 500، والحمد لله في 2020 نفذت العملية. موستنج جي تي 500 الويل غير اللي هو الرينك ده، كل سبايلر كل بامبر الجناح مثلا اللوجو مختلف كلش عن الجي تي العادي. اللوجو في كل مكان تشوفه اللي هو الثعبان او حي، تشوفه على المدقار، تشوفه على البامبر قدامي اللي ورا من داخل، يعني في كل مكان تشوف. يعني هاي الديتيل دي يعني حلو انه يراويك ان سيارته مختلفه عن الجي تي الحصان. كنت العب نايت كلاب، العب جي تي، العب نيد فور سبيد. كان الحلو انه في نايت كلاب نتعدى في السيايير تسوي ذي وتحط مثلا ليتات وذي، يخليك تفكر، يخليك يعني عندك مفهوم حق السيارة، مفهوم حق شنو تحط، شنو هاي، شنو اللي يطيح على هاللون. أول ما صار عندي الموتر كان في الشتاء العام، كنت أفكر في فلتر، أفكر أركب سامونة، أفكر يعني بديت أتناقش رفيقي إنه شلونه يعني شو أسوي، شنو أشتري، ويعني كان بالي إنه أخذ لي مثلا هيدر سكيم وأحطه على الدوينو وأطلع في الشارع وأفتر فيه وأدور أوادم وأدوس وياهم. تميت تقريبا أسبوعين ثلاث بس أفكر كذي، لا أبصغر البولي، لا أبركب هيدر، لا أبركب كيب، لا بسوي كذي، لا بركب فلتر. رفيجي نصحني قال يعني حتى لو يعني زيت باور ورحت مثلا 1000 حصان وين بتدوس؟ يبي لك سلاك، يبي مصاريف مصاريف مصاريف. فبديت أول خطوة من عقب هالنصيحة وشريت لي فلتر. طبعا صارتنا كم المشكلة في الدوينو، طقينا ران رنين ثلاث في الصيف، الجو وايد حار كلش ما نفعني. طبعا حتى سوبر تشارج ما ينفع في الصيف انه طق ران في الدوينو، بس الحمد لله في الران الثالث طق رقم حلو والحمد لله. موستنج شلبي طبعا 5.8 سوبر تشارج، تراوح بقوة الحصان من 550 ل 600، والعزم ماله شيء غير طبيعي الخير، مختلف تماما عن ال 5.0. برفورمانس مال البريك احسن حق ياود، رياكشن مال شلبي يعطيك رياكشن افضل. مثلا السكان او الويل مثلا ثلاث خيارات، اما يكون هارد او مثلا كومفورتبل او انه حق تراك. المشيت الجي تي 500 طبعا مستحيل مستحيل ما افكر اني ارجع حق في اقل منه، لان تمشي السياره لان تعطي باور، لان تبدل بين ثاني وثالث يعطيك باور، يعطيك سبيد، يعطيك شعور انك تبت اكثر من ثاني لثالث. لان تسمع ونه السوبر تحس لا مو كفايه تبي باور اكثر، خليك ترجع البيت تسوي لك تركب هيدر، تصغر بولي، تركب فلتر، لان شعور ما يوصف الصراحه. الرياكشن ماله تحس ان هاي مو موتر نفس 5.0، لا هاي شلبي، يسوين فيها لمسه اني حسسك ان هاي ترى شلبي مو 5.0. انا صراحه كلش ما ثقت فيه، انا اللي انزل من طابه ثاني وادوس شوي يعر علي يعطيني حركه، لان اطلع من لفه
مونيتي نادوس مونيتي نقاح حصلة بس أبو لف قلعدون يعطيني بروحة تي صوب بس أهد الريس فمستحيل لا ما أعطي ثقة والله هو يعلقك في ليت ومو يعلقك في وغدار يدخلك في نخلة يدخلك في ليت يدخلك في كل مكان لا صعب مو ثابت في الشارع واللي درايفر درايفر بس ذي غدار أكثر شيء مشيت في وبديت من ثاني طبعاً أول مستحيل أقوم في أول من ثاني ورايح كل تبديلة حس الموتر قاعد يروح وأنا قاعد أرد ورا وخوفي يزيد لأن من كثر السرعة خوفي يزيد إنه بيصير شيء والموتر يروح يمين ويسار يعني الموتر ما قاعد يثبت الموتر قاعد يوديني في داهية حاولت أخفف بس في نفس الوقت خاطري أزيد خاطري أشيك مرة ثانية بس بدون أي خوف ودخل حالي شباب البحرين عنده هوى يعني شباب البحرين يحب هواية سيارة يعني شوف شباب حتى لو أي سيارة يهتم فيها يراعيها يطف عليها يطيقها بوليس لو وين كنت في الفورمولا في المدينة صوب البركات دور سابع في بركات المدينة في مدينة عيسى طبعا البحرين يحب سيارات بدايتي أول شيء أول ما أقوم أشوف السيارة أنظفها أعطيها بوليس أشوف الديتيل اللي فيها أنتبه حق الديتيل اللي فيها لأن السيارة إذا بتطلع لازم الديتيل نظيف أبتدي مشواري من الفورمولا حلبة البحرين الدولية أتجه حق المعارض يعني أخذ هاف راوند في البحرين يعني أخذ كراوند إنه أطلع الموتر مثلاً صوب مرفأ المالي لفة لفتين يعني على الخاطر وأنا راجع البيت طبعاً هالموتر مو ديليو يعني ما شاء الله يصرف الموتر وايد يصرف سواء دست أو لا وحلو إن الموتر يعني يونيك يكون لو مايلج تعطيه حقه شوي وأنت رد البيت